بعد كل ده مسحت حاجه سبت كل حاجه عشان كده بقول لك السؤال ده لو جاي لك سنس لاقي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ بص السؤال ده بعد ما انت رسمته الحمد لله بيقول لك ان انت عندك دي فليب فلوب ودي فليب فلوب دي هي نيجاتيف ايدج تريجر فانا اول حاجه اعملها هي احدد اماكن النيجاتيف ايدج وبعد كده هنزل بالطول بالطول عشان اقدر اشوف الفاليو بتاعت الدي في اللحظه دي بكام ان انا عارف ان انا في الفليب فلوب ما ببصش غير على النيجاتيف ايدج اي حاجه ثانيه شغال ميموري انت بدات تحل كده فانت اكيد حل غلط ليه؟ لان انت عندك في اسينكرونس انبوت البريسيت وكلين طب لازم توقعهم لي برضو على الدي طيب انت هتكون معاك مسطره ربنا بيحبك انا بوقع اي حاجه طيب بسم الله انا في الحته دي الاول خالص افترضت ان انا عندي نيشر كونديشن زيرو صح؟ ما انا عندي زيرو اول ما بدات لقيت في بريست سيجنال بريست سيجنال دي اول ما تجيلي مش هبص على الكلوك انا هخلي كيوب واحد صح؟ هسيب كيوب واحد عند اللحظه دي انا عملت واحد بعد كده بعد واحد اعمل ايه؟ افضل طول ما البريست موجوده افضل مكمل بواحد طب بعد ما البريست سيجنال تموت المفروض اصلا ابص على الكلوك طب من هنا للكلوك المفروض اعمل ايه؟ ايه اللي يموت؟ طول ما انا مش عند الايفنت تريجر انا شغال اصل ستيت فانا كده اصل ستيت هنا بواحد هفضل شغال من ميموري مود لحد امتى؟ لحد ما يجي لي النيجاتيف ايدج الثانيه طب جالي النيجاتيف ايدج الثانيه الحمد لله مفيش ولا بسيط ولا كبير عند النيجاتيف ايدج دي الدي بزيرو احنا قلنا ان الدي لاتش هي ترانسبارنت البوست فاليو بتاعت الدي في كيو عند النيجاتيف ايدج هنزل الزيرو بعد ما نزلت الزيرو خلاص النيجاتيف ايدج راح هكمل ميموري مود هفضل مكمل لحد النيجاتيف ايدج اللي بعديها عند النيجاتيف ايدج اللي بعديها لقيت الدي بواحد هطلع بواحد وبعد كده بعد واحد ده على طول هكمل ميموري مود وانا بكمل ميموري مود لقيت نفسي خبطت في الدي سيجنال الدي سيجنال هتقول لي انزل هنزل بزيرو وبعد كده هفضل مكمل طول فتره الكلير بزيرو بعد ما باخد الكلير خلصت هعمل ايه؟ افضل مكمل ميموري مود لاست ستيت لحد ما اروح النيجاتيف ايدج اللي بعديها عند النيجاتيف ايدج هنا لقيت ان الدي بواحد فالكيو هتبقى بواحد بعد كده هكمل لاست ستيت لحد النيجاتيف ايدج اللي بعديها عند النيجاتيف ايدج اللي بعديها الدي بواحد فهكمل بواحد قصدي ان انا خبطت في ايه؟ في بريست سيجنال بس انا اصلا بواحد فهكمل بواحد طيب بعد ما كملت بواحد لاست لحد ستيت بعد ما كملت لاست ستيت ميموري مود لحد ما اخبط النيجاتيف ايدج اللي بعديها عند النيجاتيف ايدج دي لقيت ان الدي بزيرو فالكيو هتنزل بزيرو بعد كده لاست ستيت ميموري مود لحد النيجاتيف ايدج اللي بعديها بزيرو هفضل مكمل لحد هنا عند النيجاتيف ايدج دي بزيرو طيب بعد النيجاتيف ايدج دي لقيت حاجه لقيت هنا ايه؟ بريست سيجنال. بريست سيجنال ده هتعمل ايه؟ خليني هاي طول فتره البريست. بس لو اخدت بالك هتلاقي ان في كلير سيجنال هنا من اول الحته دي هنزل لك بزيرو صح؟ وبما ان الكلير هي المور دوميننت بتاع البريست فانا لازم انزل بالزيرو. بعد الزيرو بعد ما البريست والكلير الاثنين نزلوا الزيرو انا هكمل ميموري مود لحد ما يجي الفيديو اللي بعديها الحمد لله وصلت له ساعات. بس المسألة بتجي في اختلاف بسيط بس ان انا المفروض البصايه دي كانت تبقى بعديها بواحد يعني فتلاقي عندك نزلت بزيرو في ثلاث ايام مش مهم بس هو انا نظري ضعيف ف
احنا كده معانا تقريبا نص ساعه ف طيب احنا هندي اضراب بس قبل ما نمشي اضراب نعمل ايه؟ بعد دي فليب فلوب كنا عايزين نعمل حاجه كنا عايزين نعمل حاجه فلوب فلوب بتعملها تدينا التوجل فانكشن تدينا الايه؟ تدينا التوجل فانكشن يعني ايه التوجل فانكشن؟ زي زرار زي زرار انا لما اديها واحد عايز زرار نور او اديها سيجنال معينه تجي قلب الستيت بتاع الكيو لو هي كانت لو خليها هاي ولو هي هاي خليها لو عملنا الكلام ده ازاي؟ بسرعه كده انا عندي دي في الكاب صح؟ وعندي الكلوك بتاعتها انا اكتب ان انا لو جيت على الديب فلوب دي وخليت عملت كومبينيشن سيركت اور ما بين حاجتين الحاجتين دول اتكنسل سميت ام بي سميته جي سميت عندي ام بي سميته كي دخلت الانفرس بتاعه دخلت على ال ده كيو ده كوبار هنا هعمل ايه؟ بما ان انا عندي النص ده كومبينيشن سيركت فاقدر احله عادي انا هنا عندي ايه؟ انا عندي الجي اند مع كيو بار صح؟ فالاوتبوت ده هو جي كيو بار هنا عندي الكي بار اند مع كيو فانا هنا عندي كي بار كيو الاثنين معمول لهم اور فانا عندي الانبوت دي ده بيساوي ايه؟ بيساوي جي كيو بار اور كي بار كيو طلعت معايا بقى طلعت معايا ان الجي والاي اللي هم الانبوتس الحلقه بتاعتهم 0 0 0 1 1 0 1 1 لو الجي والكيب 0 الدي هيخش عليها ايه؟ الدي هيخش عليها ده هيموت 0 ده هيخش عليها كيو صح؟ فلو 0 0 انا الدي بتساوي كيو فساعتها الكيو في اللحظه المستقبليه هتساوي ايه؟ هتبص الاتش هتساوي نفس الكيو صح؟ تمام؟ طيب عند 0 1 ده 0 ميت عند الواحد ده ميت وانا بدخل على الدي بدخلها 0 عند اللحظه دي بدخلها 0 وبعد البوست بيج الكيو هساوي الدي هتساوي 0 صح؟ طيب عند الواحد بدخل 1 و 0 فده ميت وده موجود فبدخلها كيو بار هو حضرتك كاتب الدكتور ولا المعيد ولا هي مش جي ولا هي جي بس صح انا هنا عندي واحد والزيرو الجي الزيرو الواحد الجي هنا بواحد والكي بار واحد صح؟ فانا مدخل هنا على الدي اي مدخل كيو كيو بار اللي هي واحد صح؟ فانا مدخل هنا واحد يبقى عند البوست ايدج الثانيه كيو هتساوي واحد. طيب لو مدخل واحد واحد فساعتها الترم ده موجود الترم ده بزيرو صح؟ طيب يبقى انا مدخل على الدي مدخل عليها كيو بار يبقى عند اللحظه اللي بعديها الكيو بتساوي كيو بار. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ الاخر لاين ده بعمل توجل توجل فانكشن او توجل اكشن ان انا لما بدخل واحد واحد على الفليب فلوب دي الفانكشن بتقلب الستيب بتاعتها تمام؟ دي جي كي فليب فلوب الدي فليب فلوب هتشرط على الاثنين دول هتاخد او قصدي تي فليب فلوب تسميها انبوت تي يبقى احنا عملنا ايه في الاول؟ نركب بسرعه طب هو هنا اس ار ماتش حطينا واحده قدام الثانيه وبقت واحده ماستر واحده سليف عملنا الايفنت تريجر او الكلوك تريجر اس ار لاتش تمام اللي بيحصل فيها الاكشن عند البوست بيج او نيجاتيف بيج وبعد كده بقى عملنا الاس ار فليب فلوب يعني بعد الاس ار لاتش اسمها اس ار فليب فلوب اللي هي بقت بتطلع الفاليو بتاعي او بتحدد الفاليو بتاع الكيو بناء على الاس ار بس عند البوست بيج او نيجاتيف بيج لو معايا اس ار لاتش كان عندي مشكله في الفوربيدن ستيت عملت الدي لاتش دخلت على الاس ار دخلت الانبوت الكومبلمنت بتاعه بعد كده بعد الدي لاتش بقيت محتاج ان انا اعمل توجل فانكشن فعملنا الدوز كومبينيشن في الاول
بعد كده بعد الكومبينيشن في الاول قلنا ان احنا خلاص بعد كده احنا ممكن نستغنى عن التو لاينز دول. لو انا شربت على الجي والكي فانا عندي جي كي بيساوي بعض فانا مش هستغنى عن دول. فبقى عندي لو الجي تي زيرو فانا بطلع الستيت اللي قبليها، لو تي واحد بطلع الكيو بار. حد هيقول لي بقى في التي فليب فلوب عندي مشكله ان ما بعملش سيت وبريسيت صح؟ انا مش عارف اطلع الفاليو بتاعت السيت وبريسيت بتاعت التي فليب فلوب. ساعتها استخدم ايه؟ استخدم الاسينكرونس انبوتس اللي هم كلير وبريسيت. عشان كده التي فليب فلوب دي هي اللي ممكن من خلالها تعمل اي فليب فلوب ثانيه. هنا برضه رجعنا لنفس حكايه اللي بيسال لو الكيو بتساوي كيو بار. ثلاثه بتساوي كيو بار. لا ده الدي هي اللي كانت بتساوي كيو بار. عند البوست ايدج دي هتنقل الفاليو بتاعتها تعمل كوبي مود، هتنقل الفاليو بتاعتها من الدي للكيو في الاخر الاوت بوت. خلينا نتفق ان انت في الدي فليب فلوب ما بتعلقش بالريتم سيت اصلا. الدي فليب فلوب عندك يا زيرو يا واحد وفي الحالتين بتطلع نفس الفاليو دي ما بتعلقش بالريتم سيت اصلا. انا بتكلم هنا كده الاوت بوت هنا سواء كيو او كيو يعني سواء اي حاجه من الاثنين هيطلع كيو بتساوي كيو بار. ده في حاله ايه؟ حاله ان الجي كيو واحد. انت بتتحكم في الانبوت زون. لو انت خليت الجي كيو واحد انا ساعتها انا عايز الكيو تبقى الكيو اولد بس بار. انا عايز اعمل كوبي. يعني لو كانت الكيو دي كيو اولد دي كانت بزيرو فانا عايز اطلع الكيو بواحد. طب هي كانت بواحد انا عايز اطلعها بزيرو. يعني كده مفيش مشكله ان الاثنين اوت بوت اصلا يساووا بعض الكيو والكيو بار طلعوا زي ما هم. لا انت ليه بتقول اثنين اوت؟ هو الاوت اللي هنا ده الاوت عند اللحظه تي، لكن ده الاوت عند اللحظه تي بلس 1 بعد البوست ايدج اللي بعديه. فانت في اللحظه دي كانت الاوت بكيو بار، اللحظه اللي بعديها هيكون الاوت قصدي اللحظه دي كانت بكيو، اللحظه اللي بعديها هيكون بكيو بار. هو هنا كان بكيو. ماشي. انا خدت الكيو بار بتاعته وخدتها كده. فطلعت كده خالص ان على الدي فليب فلوب الانبوت بتاعها هو كيو بار. ده الكاركترستيك. لكن عند اللحظه دي الاوت كام؟ الاوت بكيو سواء 0 او 1. في اللحظة اللي بعديها الأول هتكون بكيو بار. تمام. ده بقى هتستخدمه في جي كي وتي فليب فلوب، هتستخدمه في التايمرز والكاونترز والسيشن جيم. تمام؟ أنا كده مديكوا وراها ربع ساعة. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ أنا سمعت أول مرة. شفتوا إن شاء الله السيشن الجاي. أو السيشن بتاع الأسبوع الجاي. في يوم الأربعاء أربعة ثلاثة شغال فين؟ لا أربعة ثلاثة أه ليه؟ النهارده لا مفيش أربعة ثلاثة أصلا مفيش؟ دفعتكم تاخد أربعة ثلاثة أنا بسأل في حاجة عشان نفس مواعيدك بس يعني أنت عندك أربعة الرابعة ثلاثة الرابعة والأسبوع اللي بعده نفس المواعيد بس أنتوا عندكم ليه؟